أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات اليوم المفتوح وثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. في الحقيقة الشعر هو أحد الأدوات الفنية المهمة جدا في حياتنا. الشعر نقدر إن إحنا بيه نوصل صوت أو نوصل رسالة معينة، كذلك نقدر إن إحنا نحارب بيه الكثير من الأشياء أو السلبية أو الأفكار الهدامة. وايضا من وسائل نقل الشعر هي الاذاعه، ان احنا نقدر ان احنا من خلال الاذاعه ايضا ننقل الشعر. النهارده هنتكلم عن اهميه الشعر ودور الشعر في حياتنا، وهنتكلم ايضا عن الاذاعه المرئيه. ولكن اسمحوا لي بدايه ارحب بضيوفي الكرام اللي منوراني في الاستوديو النهارده، استاذ طارق فوزي رئيس مجلس اداره جريده الجمهور العربي وعضو اتحاد الناشرين المصريين. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا دكتور حضرتك محمد، منورنا. نورك حبيبي، الله يكرمك. نور الشعب المصري كله. الله يكرمك. وايضا معانا استاذ محمود هاشم، محرر بجريده كل الناس نيوز الالكترونيه وممثل اذاعي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور، حضرتك نورتنا. ربنا يخليك، كل سنه طيبين. وحضرتك طيب وبالف خير، وانا سعيد فعلا بان انتم معانا النهارده، وان شاء الله تكون حلقه جميله جدا ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك. طيب خلينا نبدا في البدايه مع استاذ طارق. انا عايز اعرف من حضرتك بقى بالنسبه للصحافه والعمل الصحفي، حضرتك دخلت المجال بتاع العمل الصحفي ازاي، او ايه اللي الهمك انك تكون في ذلك المجال؟ الأول أنا بهني الشعب المصري كله بعيد الأضحى المبارك، وجميع الإخوة العرب في كل شتى الدول العربية. والله بالنسبة لفكرة الجريدة جت معانا إن إحنا أساسا كنت أنا ومجموعة شعراء، وحبينا إن إحنا يعني ننشر أعمالنا وإنتاجنا الأدبي. فطبعا أنت عارف حضرتك صعب إن إحنا نتطرق بقى ونخبط على الأبواب الإعلامية. طب تمام. فاحنا قلنا ان احنا نعمل بنفسنا منبر اعلامي لنفسنا. نعم. وكنا في كانت الفكره في البدايه ان احنا كنا نعملها جريده او مجله ادبيه، لكن احنا فكرنا لا، ان احنا نعملها شامله، ومن ضمنها سمينا باب اسمه بيت الادباء والشعراء، ده الباب. نعم. الادبي لجريده الجمهور العربي. ده كانت البدايه بتاعت دخول حضرتك في مجال الصحافه بشكل عام. بالظبط كده. تمام. طيب فكره الجريده نفسها بقى، يعني هي حضرتك مثلا زي ما حضرتك ذكرت، يعني هل الجريده ما كانتش موجوده في الاول وحضرتك اصلا اللي انشات الجريده؟ انشأناها الكترونيه في البدايه، وبعدين طب كان الهدف ايه بقى؟ يعني ايه الهدف، ايه اللي خلى حضرتك انك فكرت ان انا لا احنا لازم ننشئ الجريده ديت؟ على اساس ان احنا ننشر انتاجنا الادبي. تمام. ليا ولجميع اصدقائي والاعضاء بيت الادباء والشعراء اللي هم كان منبر وبوابه الكترونيه. تمام. كنا بننشر فيها كل يعني اشعارنا والقصص القصيره والخواطر. تمام. معانا مجموعه ممتازه جدا رائعه. طبعا انا عايز اسال حضرتك بقى، حضرتك دلوقتي ذكرت الشعر والقصص القصيره، في اي ارتباط وثيق بين الادب او الشعر وبين الانواع الاخرى من الادب زي القصه القصيره او الكتابه او الكلام ده كله؟ طبعا هو بص حضرتك، لما نذكر الادب هو شامل جميع الانتاج الادبي من شعر وخواطر وقصه ادبيه وقصه وقصه قصيره. نعم. وروايه طبعا، فهي الادب شامل كل ده. لما حضرتك تقول الاديب ممكن يكون يقدر يكتب في كل الكلام ده، لكن تمام. دايما صحيح. بس دايما رقم واحد فيهم الشعر. نعم. صحيح، لان هي قمه الانتاج الادبي وقمه الابداع الادبي. الشعر كمان يعني بيحتاج الهام كبير. بالظبط. جدا بيحتاج وبيحتاج الهام، وبيحتاج طبعا لازم تكون انت حضرتك يعني الابداع، وانك انت توفق المعنى مع نعم. القافيه نعم. مع الوزن طبعا، والوزن طبعا تبقى قصه كبيره طبعا. بالظبط. فدي يعني هي دي اللي فيها اكتر موهبه وفيها اكتر نعم. ابداع. تمام. طيب خليني انتقل مع استاذ محمود. استاذ محمود، نتكلم بقى عن موضوع الاعمال الاذاعيه والاذاعه المرئيه. انا طبعا زي ما احنا شفنا في الفاصل الاوبريت بتاع في حب مصر. تمام. حضرتك كنت مشارك فيه. تمام. عايز حضرتك تحكي بقى قصه الاوبريت ده، وحضرتك مشاركتك جت فيه ازاي؟ اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب بألف خير يا رب. الشعب المصري والامه الاسلاميه. طيب. البدايه حصلت بالظبط ليا صديق اللي هو المخرج اسمه استاذ وسام الباجوري. نعم. فكان بيعمل عايزين نعمل اوبريت، فقال لي طب ما تيجي تشارك معانا. هي جت بالصدفه يعني. تمام. حاجه صدفه. حضرتك ما كنتش حاطط في خطه مثلا ان حضرتك لازم هتشارك في حاجه، او انك عايز تدخل المجال بتاع الاذاعه المرئيه؟ لا، هي جت كل حاجه جت بالصدفه يعني. تمام. فقلت ما فيش مشكله نشارك. فلقيت مجموعه كويسه جدا، ومجموعه يعني شرفنا ان انا كنت معاهم، في الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره كان. نعم. هو الكبير بتاع الاوبريت كله، وكان في الفنانه علا رامي. نعم. وكان في الاستاذ حسن دنيا، والاستاذ اسرار الجمال، والفنانه ايه عبد الله. اوبريت بالظبط نزل في فتره الثوره والموضوع ده كله.
فهو فكرته ده كان كان في 2013 تقريبا يعني، كان العرض بتاعه في كان 2013 تقريبا. فكرته بالظبط زي الثورة يعني. المدرسة الطلبة عاملين احتجاجات، عاملين على مدير المدرسة اللي هو الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، نعم عايزين منه التطلبات اللي هي بتاعت حاجات الأطفال، اللي هي عايزين رحلات، عايزين واجبات، اللي هي الحاجات بقى اللي بتاعتهم اللي هي يعني. الحاجات بتاعتهم، بس يعني اللي هو الشعب الكبير احنا اللي بقى هي طالبة. وظفناها في شكل ان هي تخدم او نقدر ان احنا نوصف بيها حال المجتمع كله بقى ككل. تمام. فحتى الكلمات كاتبها الأستاذ محمد هاشم نعم بتقول عايزين لينا بجد رئيس يكون على أحلامنا حريص، وعايزين منه برضو حكومة ما تخليش الناس مظلومة. تمام فدي ده كله اللي كان الشعب طالبه، هو كان ده. فقعدوا يعملوا بقى يعني حاجات الأطفال بقى بيعملوها، بحيث إن نفس الموضوع. بعد كده جه الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، كان عامل حالة حلوة جدا في نعم بحيث إن هو كان أي حد بيطلب منه التصوير، يعني سواء الطلبة الخارجية اللي هم ما بيصوروش أو أولياء الأمور، كان شخصية محترمة جدا جدا، أكيد وما طبعا كانش طبعا بيقول لأ، وكان بشوش وبيضحك مع الناس. وهو كان اتعلمنا منه أول حاجة إن هو كان بيجي في الميعاد قبل الميعاد بتاعه بنص ساعة، يعني إحنا كنا ممكن نتأخر، لأ ده لأ أهم تلاقيه حاجة. موجود. وما كانش وكان مع إن طبعا هو فنان ليه وزن كبير فنان طبعا كبير طبعا، وجميل وليه كل جدا حاجة. يعني. وكان بيقول لنا يعني لو حد عمل حاجة يعني مش هيلاقيها مش حلوة في الأوبريت يقول له لأ، أنت ممكن تعمل ياخده على جنب، أنت ممكن تعمل كذا وكذا وكذا. تمام نفس يعني هو ليه الموضوع نظرة طبعا طبعا. في طبعا. إخراج العمل ككل في الآخر برضو طبعا. والفنانة برضو علا رامي نفس الموضوع، كانت نعم عاملة حالة مرح، فرفوشة كده وشابة، تحس تمام. إن هي بتتنطط هنا وهنا، والدنيا كلها كانت طيب انا حلوة. عايز اعرف بقى حاجه، الاوبريت ده حضرتك ذكرت لي كده حاجه ان هو فعلا كان بدون اجر، الموضوع ده صحيح الأوبريت كان بدون أجر لجميع العاملين، كله بما فيهم الفنانين الكبار بما فيهم كل الاطفال؟ الفنانين، الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة علا رامي، نعم الأستاذ حسن دنيا، الأستاذ أسرار جمال، الفنان إيه عبد الله، في ناس كتير كانت موجودة، في الأستاذة، في الدكتورة مش متذكر اسمها، نعم في الأستاذة منى بطاح، تمام في المخرجة كانت معانا، المخرجة نسرين لطفي. كله فكان كله بالكامل كان بالكامل. كان بدون أجر. وكان في استوديو، كان نعم الأستاذ هشام تمام هاشم نعم كان صاحب الاستوديو، تمام. كان متاح لينا كل حاجة في أي وقت. يعني طيب احنا حلو بنعوز نسجل، عشان طبعا الأوبريت بيبقى فيه تسجيل صوتي، تمام احنا كنا بنروح الاستوديو أي يعني بنعوز أول ما نسجل نقول له عايزين محتاجين الاستوديو، يقول له طب تعالى اتفضل من غير أي حاجة. تمام طيب انا هرجع لحضرتك تاني عشان نتكلم على موضوع العمل الاذاعي بقى ككل، لان ده موضوع مهم جدا. بس عايز اتكلم مع استاذ طارق في حاجه مهمه جدا. اتفضل. استاذ طارق حضرتك انشات الجريده، تمام؟ تمام. اي حد مننا دايما داخل حاجه جديده لازم بيبقى خايف وقلقان طبعا. وحاسس ان في حاجات، في اكيد عقبات قابلتك، طبعا. ايه بقى اللي قابل حضرتك؟ اول كان حاجه الترخيص طبعا. نعم اولا انا انشاناها في 2012 طبعا، تمام كان وقت الثوره ووقت طبعا، كان الازمه. يعني كانت كل حاجه صعبه يعني، ان احنا بالظبط. حد ياخد ترخيص لاي حاجه في الدنيا كان الموضوع بالظبط، كان كان صعب الموضوع كان صعب. طبعا. وبعدين تعرف حضرتك في مشكله في الاعلام ما زالت حتى لحد دلوقتي، ان كل بقت وظيفه من ليس له نعم مهنه يعني، نعم ودي للاسف طبعا عامله مشكله كبيره يعني. حقيقي وانت عارف برضو موقع التواصل الاجتماعي بقت خلت ناس كتير تكتب، وناس صحيح صحيح، لان هو بقت هي المواقع التواصل الاجتماعي بقت منصه للناس كلها ان هي تقدر صحافه تطلع عليها. بالظبط المواطن بالظبط وكده. بس للاسف طبعا بالظبط، كل واحد بيطلع يقول رايه ايا كان بقى الراي دوت هو يعني سلبي لها مزايا وايجابي. طبعا، لكن نعم برضو لها عيوب ليها كبيره عيوب جدا كبيره جدا، طبعا، ليها عيوب كبيره جدا، يعني عشان الشائعات حتى في الايام اللي احنا فيها دايما شايفين جهود كبيره جدا من الرقابه على المواقع دي، بدات ده في لازم، اليومين دول ده بدات لازم، كتير، ده بدات الحل بشكل كبير الوحيد. جدا يعني. مباحث الانترنت بدات تشوف، بدانا نشوف ان في تدخلات كبيره جدا منها، انت لان عارف الموضوع شفت بقى حضرتك ان كل واحد كان على كيفه يموت الفنان الفلاني، يقول لك ده فلان كتير ده قوي، ده كتير يعني في قوي، ده كتير قوي، فنانين ده كل بدون يوم ذكر اسمهم ماتوا بالظبط. قبل ما يموتوا بحوالي شهر وشهرين وثلاثة او بسنة، وفي لسه باقيين على انا طلع الحياة خبره شهر. فضل. ففعلا يعني انا كنت عايز ان انا تبقى فعلا الصحيفة بتاعتنا او الجريدة بتاعتنا نعم كانت تبقى لها ترخيص وتبقى موثقة، نعم لان ما بحبش اشتغل من خلف الابواب صحيح وانا صحيح قلقان وانا صحيح، خايف ليه. فمشيت في كل الاجراءات الحمد تبقى لله وحصلت عليها. منصة إعلامية الكلام اللي طالع منها كلام موثوق. بالظبط. نعم والاخوة اللي معانا في الجريدة ناس كلها محترمة، وناس يعني بيجتهدوا على قد ما يقدروا تمام الحمد لله رب العالمين. والموقع بتاعنا الموقع الالكتروني الجريدة ما شاء الله
ابتدى طبعا يتعرف، وابتدينا جريده تعرف يعني. وبرضه من ضمن مشكلات الجريده طبعا او كل الجرايد عموما دلوقتي في مصر، نعم عدم التمويل يعني. صحيح صحيح، دي مشكله لان كبيره جدا. ما بقاش طبعا في طبعا جرايد بتتباع، ما كلها بقاش تبقى جهود ذاتيه وانتاج جهود ذاتي. ذاتيه ونعم بالظبط، نعم ما بقاش حتى ما عندكش حد معلن، ما عندكش، في حين لو اتمولت هيبقى الشغل اللي هيطلع هيبقى افضل، هيبقى وهتقدر افضل توصل طبعا، لشرائح اكبر من تبقى المجتمع. وتبقى كمان عندك طبعا ناس محترفين اعلام. صحيح صحيح، لكن احنا بنضطر غصب عننا ان احنا بنجيب ناس ندربهم نعم، تبدأ بغصب معاهم من اول عننا الصفر بحيث ان انت يكون بالظبط. معاك. طبعا لان طبعا عشان تجيب صحفي محترف طبعا عاوز تديله مرتب كبير، الاجر عايز طبعا هيكون تديله كبير طبعا. كل الكلام ده طبعا غير متاح لنا لعدم التمويل. تمام. طيب ارجع تاني مع استاذ محمود، وعايز اعرف بقى ايه العقبات اللي واجهت حضرتك في موضوع العمل الاذاعي. ويعتبر برضو نفس الموضوع، نعم. هنقول دخولي فيه صدفة، والدخول يعني كان ابني اللي يعتبر اللي دخلني فيه. تمام. كان في هو ليه برنامج علاقة برضو بالعمل الإذاعي؟ كان في برنامج اسمه حقق حلمك، برنامج بيجي في إذاعة البرنامج العام. حقق حلمك ده بالنسبة للأطفال، في اكتشاف الأطفال تمام. والمعاناة. فقدمت أحمد ابني، فراح عملوا له اختبارات وحاجات زي كده، فلقوا إن هو ممكن يقدر يمثل الإذاعة. تمام. ففي المخرجة الأستاذة نسرين لطفي تبنته، تمام. فقالت له خلاص أنا لا ده محتاج، عنده الموهبة، فأنا محتاج وبالتالي معاك. حضرتك بقى بالصدفة دخلت أنا المجال كنت بقى. بخش بقى المبنى الإذاعة والتلفزيون كمرافق ليه، يعني أنا رايح مرافق لأحمد، أنا تمام مرافق لبيدو، تمام أخش معاه. هو كان بيعمل عمل مسلسلات تمام درامية مع الفنانة انتصار. وكانت صدفة جميلة طبعا. طبعا كانت صدفة. طيب أنا آخر حاجة عايز أختم مع أستاذ طارق بقصيدة شعرية حضرتك قلت لي كده قبل الهوا، في قصيدة جميلة جدا عايزين نختم بيها. انا كتبت طبعا قصيده للجيش المصري، نعم. وبهني الجيش المصري طبعا، وبهني سياده الرئيس السيسي بعيد نعم الاضحى. أكيد. وانا كتبت القصيده دي الحقيقه، نختم بيها، ده بقى اجمل حاجه نختم بيها بقى. انا كتبتها نعم عن الجيش، لان في ناس كانت، انت تمام، عارف عايزين نختم حضرتك، بيها سريعا بقى لان وقت الحلقه اصلا، وقت تمام، الحلقه انتهى. في ناس كانت ابتدت يعني تغلط في الجيش نعم ومش نعم عارفه قوته وقدرته. صحيح. فانا قلت لهم كنت ما تعرفش انت وهو يعني ايه جيش، نعم. يبقى تعالى وانا اقول لك وافهمك بشويش. جيش يعني ضبط وربط، مش فوضى وطيش. جيش يعني قيادة، يعني ريادة وغيره، مفيش يعني فكر وعلم وتكتيك، مش تنجيم درويش، ولا ماشية معاه بضربة حظ ولا شيش بيش. جيش يعني محمد وجورج ووائل وعليش، يعني حامي حما مصر من أسوان للعريش، وكل شبر في مصر عليه منه بصمة وقفيش، وأصغر قائد فيه يقود جيش ولا صقر قريش. جميلة، يعني جميلة جدا. احنا طبعا للأسف طيب ان وقت الحلقة لا انتهى، لا وانا ولا كنت يهمك. اتمنى ان احنا نفضل قاعدين اكتر من كده ونسمع الكثير من القصائد الشعرية اللي حضرتك كاتبها إن طبعا، شاء الله في لقاء تاني ومن استاذ محمود برضو. انا يعني كان في كلام كتير عايزين نتكلم فيه، بس هو الوقت إن بتاعنا شاء كان الله. لا محدود لا شوية. مش مشكلة، احنا كل سنة طيب وحضرتك طيب، كل الف سنة خير. للاسف انتهى وقت حلقتنا. في نهاية الحلقة بشكر ضيوفي الكرام اللي كانوا منوريني النهارده، استاذ طارق فوزي رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهور العربي وعضو اتحاد الناشرين المصريين، حضرتك نورتني يا استاذ طارق. شكرا لك يا حبيبي وكذلك والله. استاذ محمود هاشم محرر بجريده كل الناس نيوز الالكترونيه وممثل اذاعي، حضرتك نورتني يا استاذ محمود، شكرا شكرا وعلى لك. وعد من حضراتكم بلقاءات اخرى جميله جدا مع بعض باذن الله. بحضرتك جدا كذا، وانا بشكركم جدا. وحضرتك بالف خير كل يا رب، سنه وكل عام طيبين، وانتم بالف كل خير. سنه طيبين. كذلك بتوجه بالشكر للساده المشاهدين، كان معاكم محمد حمدي، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.